من استاد الكان اليوم طبعا المباراة الثانية للمنتخب التونسي في نهائيات كان الكامرون 2021، وكان والحمد لله الانتصار بنتيجة عريضة 4-0 ضد المنتخب الموريتانيا. باش نرجعوا أكثر تفاصيل على هذه المباراة وتحاليل فنية إضافة إلى فقرة أخرى مع ضيوفنا الليلة. مرحبا بك وليد، وليد الهيشري، أهلا وسهلا. عجبك الريتم تاع الغنية؟ حلو برجولية. حالك تاع غنية جديدة حاجة هكا كليب جديد؟ جيني الهام. ايه مازلنا ما تعديناش المرحلة هذيك. بوب مارلي أنا زيد عم شوية واحد شعر كلك. أما حلوة والله حلوة، من أول ما سمعتها عجبتني. ايش مع التيم مع حلوة الجوية الإفريقية. خمم فيها شكون يعرف؟ تعالوا نشوف نشوف نرميكسيوها. أمين الشرميتي مرحبا بك. عزيم مرحبا بالمشاهدين الكل. عايشك علي الزيتوني. اهلا. البارح الريزو الله اعلم فين. موجود موجود موجود. وجيب معه واحد ذاك الصندوق الاسود نتاعو معاه ديما معاه. ثم واحد ديما مع علي. كلمة ليه بصي عقل المدبر يا ولدي. كلمة ليه وين علي ما يعرفش شو يجيب. عبقرينو مسميه. سميه عبقرينو. عبقرينو ما يتكلم ما يتكلمش بكله. يعرف كان يتبع في الواحد الانترنت والامور الاخرى. مخ يتكلم مخ. منجم ابراهيم اهلا وسهلا. اهلا بيك ومرحبا بيك وبارك الله فيك. فريمون سافي بليزير دي جران جوار في التيران وخارج التيران. تعرف ثم جينيراسيون توا جديده منجي ما يعرفوش معناها منجي بون يسمعوا به لكن ما يعرفوش كاريرك بالضبط. خاطر ما الاخرى تحكي على سويسرا واحد جاونا برشا ريكسيون قالوا اخي لعب في سويسرا منجي صغار نقصد معناها الكبار يعرفوك بالطبيعه يعرفوا منجي. اما بالحق منجي منجي لعب في سويسرا وين مثلا فين عويم في اخر السبعينات بدايه الثمانينات. هو اللي غرمني بالكره هو الكوب دي موند 78 وانا وقتها نخدم في بونواس جامارت. برا في بيسيتي برا برا ولا محل ما عادش لعبت ما عادش. واللي يلعب في الليكيب ناسيونال الفورماسيون عملناها مع بعضنا اللي هو عمر جبالي معناها. تحيه لي عمر جبالي. جات فرصه معناها ليا قبل مشيت لباريس سان جيرمان عديت 6 اشهر وروحت لي انا اول مره نغادر. انت وقتها تكور في المرسى؟ بطلت الكوره انا كادي لان الظروف ما كانتش نفس من الكادي. بطلت الكوره؟ بطلت الكوره ومن بعد مشيت نخدم في بونوس قمرت القرايه بطلتها مال رسمه. مشيت نخدم في ومن بعد الخدمه هذيا جاتني فرصه باش مشيت لسويسرا. مشيت ليكيب اللي اسمها نوشاتيل كساماكس ما قبلتش في الشتاء ويعرفها. علاش ما قبلتش؟ لان انا مشيت في فتره شتويه والفترة الشتوية هذيا كي مشيت غادي كنلقى نوشة الكساماكس يلعب فيها بلاكنبورغ كجور نتاع لاجاكس امستردام. انا نخدم في فندق ما نجمش اليوم انا ما عنديش مؤهلات البدنية والفنية. فلا خليوني نلعب في كيب صغيرة معناها تروزيم ديفيزيون في كل اربع شهور كان نجحت او كي ياخذوني كان ما نجحتش او كروح لتونس انا ما عندي حتى مشكل. كنت لاباس ونخدم معناها في فندق. ايش عملت؟ قعدت غاديك ومن بعد لي كلوب سي سونت انتيريسي شو ربي سبحانه وتعالى. معناها انت في ظرف اربع شهور رجعت الامكانيات نتاعك. يعطيك الصحه الناس عمل رجعوا لك الريفليكس خاطر بالكادي ما عادش يلعب. شو ايش نقول لك؟ الاربع شهور الكوره فريمون عفتها لان كي تشوف انت الخدمه اللي يخدموها في سويسرا وفي اوروبا فريمون من بعد كي تشوف روحك المستوى نتاعك في الميدان معناها تقول انا خدموا لي لي ديفو نتاعي. لي ديفو نتاعي كانوا في زيد مهم لك تكنيك. قد عمرك وقتها منجي؟ انا عمري وقتها 1900 انا جو سوي ني 1955 جيت مخر انا 79 بديت نلعب 23 سبحانه كل شيء مكتوب راه. والعمل نتاع اللي انا مع الصغار مع سي الباجي باشير الله يرحمه وينعمه خلات اللي خدمنا خدمه بالكدا ويعرف تبارك الله. وين لعبت من بعد؟ في سويسرا لعبت في لعبت في شوت فون دونك سي الباجي رانا بابا هو جينيراسيون تاع بابا 54 بابا هو سي مونجي 55 راناهم وراناني انا سي الباجي الله يرحمه الله يرحمه. في شوت فون بروميير ديفيزيون بور نو با برولي لي زيتاب ومن بعد لعبت في سيون. سيون وانتر تون لعبت في قبل ما نلعب سيون لعبت في نادي الوحده في مكه المكرمه سنتين وقت ليكيب ناسيونال. وقت اللي جيت ليكيب ناسيونال المرسوي الكل جاي يتفرجوا خاطر من المستحيلات يقول لك كان يخدم هنا في اوتيل ويلقى روحه يلقى روحه انترناسيونال. دونك انا جيت والحمد لله عطاو فيا الثقه باش جيت لعبت ليكيب ناسيونال ولعبنا في زويتن لان قالوا المنزه سي ترو كرون ولعبنا في زويتن والجماهير التونسيه وان شاء الله يعاودوا. دونك في سويسرا لعبت في سيون ويونغ بويز زاد بويز والحاجه زي فين عام يونغ بويز سويسرا معناها سيون 1983
ويونج بويز لعبت 3 سنين حتى 1988 وبعد مشيت للفي في سبور في البريمير ديفيزيون لان قاعد نحضر في الفي في عادي معروفه بكدا سكي اكسترا اوردينير سكو الحاجه الباهيه وقت اللي تشوف في سويسرا لليوم الصوره كما خلاها محمد امين شرميتي بيسير تخليك اللي انت دو ريان تي دوفيان ان فوتبالور معناها ما ليه حاجه باهيه خاطر شو كيفاش معناها كلعب كادي ومن بعد بعد على الكوره بعد جاته فرصه باش طلع لسويسرا وعاود معناها شوف العزيمه وخدم على روحه وصل طلع في السينيور في كان نحكي لك سيكيبيت بروفيسيونيل وقتها باش ما ننساش معناها شو نحكي لك علاش سي با ايفيدون كان نحكي لك علاش الدوخ سي الباجي بعشير الله يرحمه وينعم واحنا طلعنا في كاتيجوري ما عادش اوني بلو اونتريني بار سي الباجي بعشير دونك جي ديسيدي داريت الفوتبول مش كيما توا معناها تنجم معناها في ليكيبات لان الظروف كانت صعبه وصعبه جدا نمشيو على باكو حليب باش نلعبوا في 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 تونس وكل شيء دونك سيتي دي مومون كومبليكي لكن وقت اللي يسالوني انا في سويسرا يقولوا لي انت من بلانيت جيت نقول لهم من تونس يقول لي ماكش عادي نقول لهم لا منجب ابراهيم موجودين برشا انا جاي لا شونس ولقيت الشخص المناسب في المكان المناسب معناها يوريك اللي الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله هو راضي نتصور انت ساعه عندي ليك اليوم بالزهر قاعد انا واحد نشربوا في قهوه يا اخي جبد لي عليك انت قلت شوف السيدي علي الزيتوني كيفاش شنو قالها ليش خيتي كنت باش تصح في وست هام بدا يضحك هذا مشيت تعمل تيست غادي ولا اليوم قاعد مع حمادي العجمي من المعلقين الكبار في التلفزه التونسيه وقتها كنا صغار نتبعوا فيه يعدي في الشامبيون انجليه ديما هو بحذيه مع هو شي ايه قال لي راهو هكا نحكيو بشويه بشويه قال لي عليه قال لي مالا سيدي باش نقول لك حاجه قال لي راهو عليه مشي هو وياك الوست هام وقال لي وست هام كانوا تي وقتها يلعب كانوا تي يلعب وقال لي وست هام شدوا صحيح وقالوا يلزم يصحى معنا ولكن قال ترجي رفض طلبوا برشا فلوس ولا حاجه عامله لا رفضوا قال لك ما حبوش يسيبوه ما حبوش وقتها بالحق ما حبوش تفرج انت وست هام معناها وقتها عندي برشا ميريتوش انا عندي من وقتها يمكن تقص كونتاكت تو ذكر هذي قالوا لي هبلوا عليه قالوا لي صح تو تو سويت قال لي اي قال لي كانوا تي قال لي فول فير سيني تو سويت من اللي وصلت الغادي وهو هكا هكا بيت لا يبيع بالكدا بالكدا عملت وقتها 5 ايام نتذكر غادي حتى الكوتش وقتها قال لي باش تقعد وست هام وقتها في يلعبوا فاز روتور مازالوا ما يعرفوش بهم يقعدوا طيح الجمعيه ولا مي حبوني نقعد يعطيك الصحه سكي اكسترا اوردينير التذكير انه حمادي العجمي هو من الناس اللي هزوا مثلا ماكاليلي من ريال مدريد لتشيلسي سكي اكسترا اوردينير واحد سكي اكسترا اوردينير علي نعاونته برشا نحب حاجه وليد نكمل اسمع عندي برشا حكايات الفوت يا رجل كل يعرف الراجل الكادي تاع روحه بروفيسيونيل اسمع عندي زاد برشا حكايات مع سيمونجي راهو في الدومين الدومين هذا ان شاء الله تو فرصه اخرى واحد يقعد سمعته خلينا نحكيو توا عاده في ماتش تونس وموريتانيا اللي نتصور فما برشا جوارات تعداو باللي تعدى به سيلمونجي اليوم مالوريزمون ما مانيش قاعدين نرجعوا ونحيروا في الحاجات هذوما باز راهو فما جوارات قدم زاد حتى هما صاروا تعداو باللي تعدى به سيلمونجي واكثر من اللي من اللي من اللي سمعناه توا السمعه تخليها كيما توا سيلموجي حكى على روحه قبل كيما نشوفوا العيفه توا فما برشا جوارات نتصور توانسه اللي هما زاد كيدون ليكزامبل اي كيدون ليكزامبل الشيخاوي في زوريخ بربي سوينا انكدوت خويا رازي سوينا انكدوت الشيخاوي طلبني لوسيان فافر قال لي كيسكو فو بونسي دو الشيخاوي وهو باش يصح عقد ب5 سنين يا اخي قلت له اذا كان خذ الشيخاوي قال لي شنو هو لي ديفو نتاعو قلت له عنده ديفو واحد قال لي شنو قلت له ما نقولكش صح معاه تنقول لك من بعد يخرج لوسيان فافر ما نعرفش هو اللي يخرج لوسيان فافر قال لي سي كوا لو ديفو قلت له نو لوي دوموند با لو ترافاي ديفونسيف توا خاطر نعرفوا لي تريز اكزيجون يحب وتشوف بعد 6 شهور جاتو اوفر من بايرن ميونخ بعد سالوني على محمد امين الشرميتي قلت لهم فوز الي بروندر كيلكان دون فيفاسيتي انكرويبل لو سونس دو بوت اي سا فاتيت ان ريدو اوفر سفيرنا في سويسرا الحمد لله يا ربي هذيك بالسمعه اللي اول مره نحكيها لان الحمد لله يا ربي هذيك اللي تربحوا انا كي يخرج غراس ان ارتيكل انا تقابلت مسيو لاس في فندق في سوسه باش اما جيتي تيلمون بيان في سويسرا اللي جو نافي جامي انفي دو كيتي لا سويس الحمد لله يا ربي لي مويان كانوا موجودين كل شيء موجود الحمد لله مالا منزي خويا
عطا فيك كلمه بيه طب عليهم هات من بعد يا سيدي نرجع هذا توا تونس وموريتانيا اليوم بعد خساره المباراه الاولى والهزيمه امام المنتخب المالي اليوم الجوله الثانيه في المجموعه نتاعنا مالي تعادلت مع غامبيا 1-1 بعد ما كانت رابحه 1-0 غامبيا عدلت في الدقائق الاخرى فضل ضربه جزاء وديما حكيت بينالتيات هذه مالي مالي ماركيت بينالتي وغامبيا عدلت بضربه جزاء وبعد الماتش الثاني المباراه الثانيه تونس موريتانيا منتخب تونسي بدا بقوه اليوم وكسر عن انيبو كما يقولوا من الدقائق الاولى وجاء الهدف مبكر الدقيقه الرابعه المثلوثي ومن بعد طبعا فات المباراه 4-0 وضيعنا مره اخرى ضربه جزاء المساكني بعد المباراه الاولى ضيعها الخزري اليوم المساكني ضيع ضربه جزاء الثانيه ولو كانت النتيجه الكل كانت نجم تكون 5-0 هاي وليد الماتش تاع اليوم بالحق الاولاد يسوسون رولونسي باتم معنى الكلمه معناها اداء ونتيجه تو بعد نحكيو على المنافس اللي لعبنا له اليوم ما نحبش ندخل في مقارنات بينه هو وبين مالي برشا اما كنيفو جينيرال نتاع كاليتي جوار وحتى معناها الامور التكتيكيه والبدنيه واللي وكل شيء معناها فما فرق اما اللي اليوم ايجابي جدا وكونه ساعه غيرنا الرسم التكتيكي وانا توقعت وحبيت معناها في مقابله مالي وكونه نمروا للأربعة 4-3-3 مش شوط غيرنا ولا على خاطر الكوفيد ولا خاطر البرون لقى روحه مضطر المدرب باش يلعب بالطريقه هذه انا حسب رايك ماذا بيا كان خمم فيها في برشا حاجات لا من لي كومبينيزون لا معناها حتى البوزيسيونمون تاع اللاعبين لقاو روحهم معناها مرتاحين سورتو غيلان وبن سليمان كان تحتهم سخيري وفما دي سيكونس دو جو يبينوا لك وكونوا اليوم ليكيب ناسيونال نتاعنا مشات فير لافون كي تلقى 7 و8 جوارات في السيرفاس تاع ليكيب ادفيرس في الهدف الثاني نتاع بن سليمان اللي عمل كروشي وعطاه الخزري راهو المثلوثي قريب علي معلول في السيرفاس بن سليمان غيلان زاد موجود في السيمتر هو اللي بدا الاكسيون هو اللي بدا هو يلقى روحه في السيمتر ومن بعد غيلان زاد كان سبب رئيسي في الهدف الثالث اللي زاد الهدف الثالث اعطاه باس لعلي معلول قبل صحيح اعطاه باس لعلي معلول بالضبط وكمل كمل معلول وعمل لين دو فريمون اي تي اكستراوردينير غيلان اليوم دايور انا حبيته يكون موجود في ماتش مالي هو والجزيري كيف كيف وما لقيناش تفسيرات او كان خرج مثلا المدرب تحدث قال رانا خيرنا باش نرتحوا الجزيره لخاطر مازال ما تعافاش مثلا كومبليتمون بالتشاور مع الاطار الطبي اما انت كيما يفسروا الناس نقعدوا احنا سورتو كي نشوفوا اليوم الروندمون نتاعو الوليد معناها الي انديسبونسابل يعطيك بروفوندور ويجري وجينيرو يعني الجزيري يعطيك بالضبط وعطاه حلول كبيره وقلق القلب الدفاع الموريتاني بيان سور انفري نوف الخزري والخزري اليوم كي لعب وراء الجزيري احسن برشا اكيد اليوم وقت اللي وظفت هو توا ممكن كي نحكيو اون جينيرال للمنتخب التونسي حقق لو بليز امبورتون واللي كنا نستناو فيه هو 3 نقاط لكن اليوم ب3 نقاط نشوفوا في الاداء نتاعو اللي هو اداء كبير برشا شفنا تكلمنا ديما رازي قلنا راهي لونتام دو ماتش اللي تري امبورتون وقت اللي تلقى روحك انت تسجل من الدقيقه الثالثه صحيح تسجل من بعدها بالدقيقه التاسعه صحيح اكيد انك تقتل المباراه وهذا سيناريو يتمناه اي مدرب واي اطار فني اللي باش يسهل على روحه باقي المباراه من بعد قعدنا نجريو النقطه المضيئه هو الاسبري دو جروب الاسبري والراج تشوف الدوزيام بال لاغريسيفيتي الناس الكل تجري تقاطع على الكره وقت اللي وظفنا اللاعبين في الاماكن الريجستر بي تكلمنا قلنا انه وهبي والخزري ما نجمش يكون كمهاجم صريح يلعب حياته كلها يلعب على الكولوار استغليت الامكانيات نتاعه وكان ديسيزيف اليوم شفنا اللي الجزيري الميريت داتر بارمي لي 11 التيتولير سجل والمهاجم نتمنى له بقيه يكمل كيما هكا على المنوال هذا خاطر راهو لاتاكون ديما يعيش بالاهداف اللي تعطيه تعطيه الكونفيونس كونفيونس يزيد يحاول انه يقدم اكثر زيد ماشوليني ما لعبش ماشوليني دخل في 81 دقيقه سيف تدخل 81 والماتش فيه 89 وصاروا فيه مرتين هو اللي صار هو اليوم الحاجه الباهيه اللي شفتها كما قال وليد اليوم نكاو
ستة سبعة جوارات في الفاز بتاع الاتاك في الديزو متر. الحاجة اللي شفتها اللي كانت غايبة. اللي كانت غايبة في الماتش الاولاني الماتش الاولاني كيلعب حنا بعل وسليتي تحت الخزري مثلوثي وعلي معلول كان القاو اشكالية باش يطلعوا اليوم شفنا هما كان دخلوا عليه شفنا ممكن خير اما هما قعدوا اليوم هذاك صار هو اليوم شفنا الخزري يدخل مثلوثي يطلع مشير الخزري خاوي. الخاوي خاوي والخزري كي يدخلوا علي معلول علي معلول يلقاو ليزيسباس وشفنا حاجه اخرى اليوم برشا حلول اي واحد ياخذ الكره يلقى ثلاث اربع حلول معناها يلقى صحه موبيليتي يتحركوا فما ديسبونيبيليتي شفنا سيف البونتو الثاني البونتو الثاني سيف اللي خذاها الخاوي دخل وسيف خرج في بلاصه في ظهره كمل وخدمت الكره بتاع البونتو شاهدوا الاهداف انا هذوك الحاجات اليوم شفناهم اليوم الكل ما حدش نلعب اليوم شفنا الخزري يدافع على الاخر ثم رياكسيون ايجابيه شفنا احنا في دي سيكونس شفنا وليد راهو تلقى سونتراج يصير من عند علي ولا من عند مثلوثي ريسبسيون تلقاها عند علي ولا مثلوثي يعني الناس الكل عندها الاسبري نتاع انه تهاجم انه تسجل وشفناه في ليزاكسيون الكل كنا اكثر يعني النومبرو على الادفيرسير اونجاجي فير لافون هذه الحاجه اللي نحبها تواصل هنا في المنتخب ان شاء الله باهي نمشي ولا نمشيك منجي نمشي لمحمد علي بوزقر وفي ليمبي ناخذ شنو اخر الاخبار وكيفاش كانت مباراه اليوم وبعد تنرجعوا ايش فيك ترى محمد علي تقوموا تضحكوا انتم مستانسين به ديما في مرشي في غابه في في استاد يضحكوا سليم يا شكون تضحك يا محمد علي قوم يضحك هاي دالي ترى فماش بوليسيه اليوم عاد اهلا بيك مرحبا بيك مرحبا بضيوفك وكل مشاهدي التلفزه الوطنيه اليوم من الملعب نتاع المباراه وين فات قبيله شويه مباراه المنتخب الوطني التونسي الملعب قبل المباراه كانت فيه تعزيزات امنيه كبيره توا واحنا داخلين المباراه ما فما حتى حد محلول الملعب دخلنا عادي وهذا اكد انه حتى التخوفات اللي كانت قبل ماشيه وتنقص في ليمبي قلت قبيله شويه وفيه وفات مباراه المنتخب الوطني التونسي في الملعب هذايا في بانتصار ممتاز اكيد لمنتخبنا اجواء كانت كبيره اليوم في ليمبي عكس العاده حضروا برشا جماهير للمباراه الجماهير الكل كانت تشجع في المنتخب الوطني التونسي عندهم احترام كبير للمنتخب الوطني التونسي اللي تسالوا يبدا يحكي لك على منتخبنا وعلى قوه منتخبنا ويقول لك نحبوا المنتخب التونسي الاجواء كانت كبيره صراحه ايضا ما بين الاطار الفني والملاعبيه والمسيرين في الجامعه التونسيه لكره القدم الاعصاب كانت مشدوده قبل المباراه خاصه بعد نتيجه التعادل اللي حسمت مباراه مالي وغامبيا لكن الحمد لله منتخبنا كمل المباراه بانتصار الملاعبيه كانوا فرحانين برشا ايضا الاطار الاداري والفني للمنتخب الوطني التونسي بالانتصار رازي وتو تشوفوا بعد في التصريحات نتاع الملاعبيه وحتى اجابات من اللاعبين على برشا تساؤلات طرحها خاصه الشارع الرياضي التونسي بعد بعض الليجيست اللي عملوهم نجم نقولوا ملاعبيه المنتخب الوطني التونسي بعد تسجيل الاهداف تلقاو تفسير لكل مسار ورازي بصراحه لعبيت كل يوم تتكلم وتسال شنو باش تورينا اليوم شنو باش تعطينا اليوم اليوم انهارت مباراه نورمالمون ما نجمو نعملوا حتى شيء اما يظهر لي كلاسيك برشا رازي اعطيني نص ساعة ونطلع لك من بلاصة أخرى. يا ياسر كلاسيك هذايا في التهران تعرف غازون. كلاسيك برشا اليوم رازي كلاسيك برشا. محمد علي. هكا ولا كلاسيك. لا. محمد علي الغازون شوف الغازون باهي الكاليتي نتاع البلوز. الكاليتي نتاع الغازون باهي خاطر اليوم لعبوا فيه. لا 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 خايبة الكاليتي نتاع. لا. كان أنور المغراوي ولا شوية الغازون. لا خايبة رازي خايبة. خلينا نشوفوها بالكدا خاطر لعبوا. إي هكا يوري فيكم خايبة الكاليتي نتاع. إي. لا خايبه برشا الكاليتي نتاع الغازون كيما حكينا
كما حكينا من قبل رازي يابس برشا الجازون ومحفر برشا، يمكن كي يتشاف في بلون لارج من بعيد يظهر باهي، لكن كي تمشي فيه برشا برشا حفر في الجازون رازي، وهذيك يظهر لي اكثر حاجه ما يحبوهاش الملعبيه. صحيح واضح. هاي سيبني رازي تو نرجع لك شويه. باهي يا دليل باهي، خليوك شوفوك انت وين وين نمشي اطلع لنا المره هذه. خاف من الشارع كلك بر في التيران كان خذيت. هنا محمد علي حلوا له الضوء في استاد واحد، قال له اقعد غاديك خير من يخرج لنا في غابه من غيب ولا حد. باهي قبل ما طبعا نكملوا خلينا نشوفوا عاده توا شنو اللي عندنا. ساعة تسجلوا الاهداف، نجموا نشوفوا الاهداف عندكم الاهداف. لا ما يسالش عادونا الاهداف بركة، هي صور من بين من قناة بين سبور، لكن نذكروا السادة المشاهدين بالاهداف نتاع المباراة، 4-0 لتونس هو أمامكم، الهدف الأول إذا المثلوثي في الدقيقة الرابعة باهي، وقام بحركة من بعد الهدف في الثالث، حتى الخزر عمل حركات لكن تو نقولوا حركه لمحل هي بعد نشوفوا. قبل كل شيء كما قلت رده الفعل نتاع الهدف نتاع المثلوثي بعد ما سجل المثلوثي الهدف نتاعو وبعد ما سجل وهبي الخزري الهدف نتاعو، ورينا المثلوثي قام بحركه برشا اعتبروها حركه مش باهيه ما تتعملش من لاعب دولي في تظاهره كيما هكا كاس افريقيا تجاه الجمهور، خاطر ظاهره قاعد يعدي في ميساج للجمهور. بعد المباراة محمد علي بوزقرو سأل وهبي الخزري وسأل كذلك حمزة المثلوثي يفسرونا شنو يقصدوا بالحركات اللي عملوها بعد ما سجلوا الأهداف، نتفرجوا. حمزة اللقطة اللي عملتها بعد الهدف والحركة اللي عملتها فما شكون تقلق منها في تونس؟ لشكون في شكون تقصد بالضبط؟ كان انا حياتي كامله نلعب في الكره وحياتي كامله نقبل في النقد، حياتي كامله مو جامي تقلقت، بالعكس يعني هذاك صافي بارتي من الخدمه نتاعي، يعني كي تلعب انت كره قدم لازم تتعرض للنقد، لكن في الثلاث ايام اللي فاتوا الحقيقه مش نقد، يعني كاني مش من تونس سانسيرمون نحكي معك، يعني اوكي تقول لي هذاك خدمتي بيان سور، يعني نقول حياتي كامله نقبل في النقد، لكن كان نوريك الحاجات تو الدوخ، فما عباد الحقيقه تعديوا الليميت نتاع هذاك يقعد ماتش كوره مستطيل اخضر، تعديوا الليميت نتاع نتاع الكوره ونتاع الفوتبول، ولات فيه امي وبابا وتجريح، يعني حاجه ما تصيرش، يعني كاني مش ول تونس، نقصد فيهم الفئه هذه صغيره فيها صغيره، بالعكس جمهور المنتخب على عيني وراسي، وجمهور المنتخب هو اللي طلع وهو اللي هبط، وانا ولد المنتخب وان شاء الله جاي خير المنتخب ان شاء الله. لو جيست لا رياكسيون ابخي لو بروميي بوت سيتي ان ميساج بور تون فيس؟ وي 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 ايما جي سي كو كان جون جوي إلي أيم بيان كو جو فاس دي سيليبراسيون بور لوي، جو سي با بوركوا إيما ديت فير سو جيست، مي Mais voilà, il m'a dit de le faire, du coup je fais tout pour lui. Comment il s'appelle? Il a quel âge? Il supporte la Tunisie? Ouais, j'en ai deux, Lenny et Nino, qui ont 7 ans et 3 ans et demi. Ils supportent leur père, ils supportent les équipes pour lesquelles je joue. Je les ai eu au téléphone, ils sont très contents. إذن الحركة الأولى اللي عملها مثلوثي هكا فسر عليه تو نحكيو عليها، والحركة الثانية نتاع الخزري كانت موجهة كما قال هو لولده الصغير، ولده الثالث مسميه نينو، وذاك النينو حتى زوجة وهبي الخزري هبطت على الباج انستغرام نتاعها قال سا سي بور نينو، هاو كان شادوها شادو نحطو هنا في على شاشة التلفزة بلان ايكرون، فوالا هذيك من الباج انستغرام تاع زوجة وهبي الخزري، قالت الحركة هذيك الولدو نينو ربي يفضله له. ها سيدي تعليقكم منجي راك في الحركة نتاع حمزة المثلوثي والتفسير نتاعو. هو ما فماش تفسير للحركه، لان اليوم الكوارجي راهو الريبونس اللي نجم يعطيها هو بالاداء نتاعو في الميدان، والحمد لله حمزه المثلوثي سجل هدف ممتاز وممتاز جدا في معناها هو اللي هو اول هدف ليه في 36 مباراه دوليه لعبها مع المنتخب الوطني التونسي، اول هدف يسجله حمزه المثلوثي، وشويه احصائيات اخونا عماد كيليني، ثالث اسرع هدف في المنتخب التونسي في النهائيات. المرحوم محمد صالح الجديدي سجل في اوغندا عام 62 في الدقيقة الثالثة، يوسف المساكني في مرمى النيجر عام 2012 الدقيقة الرابعة، وحمزة المثلوثي في مرمى موريتانيا المرة هذية في الدقيقة الرابعة. عندكم بونتو يوسف المساكني ما يسالش حطوه، كان عندكم بونتو يوسف المساكني أسرع هدف كذلك في الدقيقة الرابعة، كان عام في نهاية كأس أفريقيا 2012 كانت في النيجر، هاو 3 دقائق و13 ثانية
اللي مسكني. شبيك امين؟ نحكي على اسرع اهداف. ايه انت عندك اسرع اهداف؟ اي دقيقة. الكاميرون انت وقتها. اي وقت فين دقيقة؟ دقيقة. دقيقة؟ انت باهي نرجعوا لك. اللقطة الجوابي نجم يعملوا حمزة المثلوثي جوستومون في التيران، لأن اليوم إذا كان مش جاوب الناس الكل نحمدوا ربي احنا عندنا وقت اللي يكون تصير لنا مشاكل في الميدان ولا نضيعوا هدف، عندنا الفرصة باش نحاولوا نسجلوا هدف ونوليوا ننسيوا الناس الكل في الأشياء اللي صارت. وأبي الخزري إذا كان قال هو الولد ونينو هذيك حاجة فما حتى مشكل، لكن اليوم حمزة المثلوثي راه وليد ممتاز وممتاز جدا كما وليداتنا الكل اللي يلعب في الفريق الوطني التونسي خارج الميدان، أخلاق وتواضع وكل شيء، لكن يلزمهم يتفاداوا الأشياء هذية، لأن الهدف اللي تسجل تشوف الجاز تكنيك تاع سيف الدين الخاوي وتشوف الكرة كيفاش تمست بالادفرسير، معناها يلزمها تتمركة تشوف من بعد الهدف اللي سجله حمزة المثلوثي خلات اللي بتتر معناها سيمتريز. تعليق آخر منكم هو لازم نعطيو أحقية حمزة في الهدف، راهو هو أنا نعرفه شخصيا يعني لعبت معاه ونعرفه ظهر لي حمزة كتربية وأخلاق حتى حد ما شك في هذا، واليوم إذا هو موجود في المنتخب التونسي راهو حتى حد ما شك زاد في الإمكانيات نتاعو. مباراة تعدى المباراة الأولانية الناس الكل على الناس الكل على الناس الكل كانت خايبة حتى وقت اللي يصير النقد نصور كرويا. اليوم لازم نعطيوه الميريت نتاعو في المباراة الكبيرة اللي قدمها على البونت وعلى الكاليتي دو فخاب وكيفاش التعامل نتاعو مع الهدف. الميريت يرجع له، نتمنى له التوفيق، ولو بليز امبورتون انه الواحد ما يدخلش سورتو في الامور هذه الفيسبوك والتعليق. نقول لك حاجه مين احنا راهو وليد انت تعرف تو الفيسبوك ولا لي ريزو سوسيو كل شيء مباح يعني موجوده في كل شيء كاتاستروف ضد التجريح فيها عيش فيها العالم والانسانيه هما لي ريزو سوسيو برانسيبالمون فيسبوك. احنا نتعرضوا لها حاجه عشتها انا قبل وتو نجيك فيسع على اللقطه نتاع حمزه المثلوث، وراهو اللاعب ولا المدرب راهو توا ولا فما الكلام كل ميشونستي جراتويت كل اجريسيفيتي الخايبه وراهو عنده الحق. اما فاش مثلا كارو رزن شويه حمزه، علاش؟ هو نعرف اللي يجاوب في فئه معينه ونعرفهم الانواع هذوكم. انا مره صار عليا متركاش 2013 والله يعني نلعب تيتولير في ليكيب ناسيونال جاوب بي وفي الاسبيرونس تيتولير، وحتى الاولاد ذاك العام قلت لهم في الجمعه كنت برج مراقبه وليت برج دلاع. معناها في الجمعه برج المراقبه وليت الهجري ولعب لي هذا الكل في الكل. بعد سيد طاحت كنت هكا معناها في ليله ونهار ما عادش نعرف نلعب. معناها شوف لا جراتيتيود هذيك عاديه ولا برا جراتيتيود فيسبوك يشدوك راهو بالحق تخرج من سينتك. هو عمل جيست اللي تحسب عليه خاطر تونس كامله تشوف وعالم كامل وعالم وليد اما مسكين زاد يفوار هو شنو سمع وشنو شاف وليد هو شوف ما كاروش عملها. اما يا راجل يعني فهمت علاش يتبعوا برشا في مو خاطر تعرف علاش هو عنده مش متبع مش يتكلم تعرفش علاش شكون اللي قاعد ساعات يكون مش متبع يفضل راهو سامحني اي تفضل هو راهو الماتش الاولاني على الناس كلها على جوريت كل بون يمكن حمزه المثلوثي تشد اكثر واحد وكما قلت انت اليوم في الفيسبوك راهو في الحاجه هذه يبدا قاعد عنده التليفون في الدار ويبدا يبعث يحط وجه ولد عمه لا 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 بنتالته ويبدا يسبيك عادي هو كانوا رزن حمزه خاطر ماركا بونتو حلو في وقت باهي هذاك اللي نفسنا جاوب نتاعو كان في وقته سبورتيفمون جاوب بعد فهمتني وتصير راهو شوف احسن رد ليه كي سجل لك الهدف هو كي سجل راهو تصير هذيك احسن اجابه ما فيهاش كلام ما زال باش يتكلم فما كلمه قالها قال واحد امه جبدت ابوه تجبد راهو حتى كي نوصل الحاجة هذيا راهو واحد سيرتو غادي يبدا سيرتو انت تعرف في ستاج تبدا ما عندك حتى شيء هاد كامل سي نورمال باش تقرا راهو اللي تقال الكل في الميديا راهو حتى انكونسيامون وحدك من كلمه تبدا تقرا وملقلق ثم شكون يتاثر وتولي له في يعني يركز معاه غريب والله هو متربي ومتخلق حتى حد لعبنا مع بعضنا ونعرفوا حمزه عمل رياكسيون كاوت هو قبلوها مساج على البونت المزيان للمركز هذا خاطر البارح عطينا تشكيله البارح لاخر وقت كان علي العابدي مش بتاع اليمين صحيح فهمت خاطر التشكيله اللي عطيناها البارح 10 جوريت على 11 وقلنا راهو العابدي
المثلوثي يمكن، لكن العابدي بنسبة كبيرة، لكن يظل بعد ما خمم الجهاز الفني ويعت رامي نصالح أنه هو اللي يبدأ المباراة يهبط المثلوثي، والحمد لله هبط المثلوثي على الأقل إن شاء الله ما نشوفه. خويا رازي راهو الأشياء اللي قاعدين نشوفوا فيها، احنا عاش سيرتينمون محمد أمين شرميتي غادي في سويسرا، في سويسرا يجيو أحباء باغ إكزومبل ليكيب اللي نلعب فيها سيون ونلعب ضد سيرفيت، هذا ديربي قوي كيما زوريخ وغراسوب كلوب دو زوريك، هذا ديربي، يجيو للتوانسة يستقبلوك أنت كتونس، معناها أوني تيرار اللي نلعبوا في سويسرا وكل شيء، يجيو يستقبلوك توانسة، أما هما يحبوا غراس أوبر كلوب دو زوريك، فهمت؟ يبدا الماتش، أنا عندي صاحبي وقتها في يعيش من بنزرت، هو نور الدين تويتي يعيش في جنيف، أول واحد يبدا يسب هو، يسب في أنا، أنا ندور كي نسمع صوته، نبدا نضحك، أقول يجري في الدم سي أنكرايام سي عادي 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 عادي, عادي عندي أنا نقول اللي نحمدوا ربي احنا أوني دي فوتبالور اللي اليوم أون لا شونس دو براتيكي سو فوتبول، نلعبوا ونجاوبوا في الميدان، لأن اليوم الشيء اللي شفناه كسوا من سيف الدين الجزيري، شفنا لو ديسبوزيتيف 4-3-3 اللي خلى برشا حاجات الوهبي الخزر، شفنا الروندمون سيف الدين الجزيري وقلنا فيه الكلام هذايا اللي لو بروميير ريدو ديفونسيف هو، وانا فيو لو تاك اللي عملوا، شفنا لي جيست تكنيك اللي صار نبنيو على الاشياء هذيا، تبارك الله ما شاء الله. لكن اليوم كي تشوف حتى علي تبارك الله اليوم المردود نتاعو كان مع ليماج نتاع ليكيب الكلها، غيلان الشعلاني ما شاء الله، انا غيلان لاحظت عليه ملاحظه قبل المباراه، يعملوا في ليشوفمون يخزر للفريق المنافس كيفاش يعمل في ليشوفمون، باش يوريك. شفت لقطه، صارت لقطه ركنيه المنتخب التونسي طالبي العيفة قاعدين يحكيوا مع بعضهم، معناه يوريك اللي قاعدين يصلحوا، لان اليوم راهو ماتش زاد ماتش كوريكت ان شاء الله دون كونتينيتي. فوالا احنا يلزمنا نتعلموا حاجه اللي مهمه برشا، سي كونجو اون فونكسيون ديما بالجوارات اللي عندنا، واذا كان ما لقيناش حلول قبل المباراه نلقاو حلول في وسط المباراه. شفنا اليوم ما شاء الله هو راهو الملاعب ما يصلح الا ما يعيش تحت الضغط، لو كان يقعد يشكروا فيه برشا يتحل شوي، يلزم الضغط. والمثلوثي اليوم عمل رياكسيون قال لك حبيت نجاوب العباد بيه، معناها ثم عبيد هكا باش نقعدوا ديما باش نسمعوا روحي يحكي على فيها من العبيد، ما يلزمش زاد تقعد تستنى حتى العبيد يحكي على فيها من العبيد، يحكي على فيها من العبيد، راهو ما بيناتنا راهو حتى تلفزه وتلعب وناس تفرج فيك سايب عليك شمك فيها، حتى نحن راهو اسمع فما فيها من العبيد اللي يحكي عليها بالحق، راهو كيشدوا عبد يشدوا عبد ولا يشدوا جوار ولا يشدوا حتى مش جوار يشدوا فنان ولا يشدوا اي تعمل لقطه كيكا قدام الناس الكل، هو مش بيه يفرجوا فيك فرنسيس والمان وامريكان مش حلو على الفريق تعدى الايماج مش حلو مش بيه مش بيه فما ناس هو نحن مساش نبنيو على الحاجه الايجابيه اللي ثلاثة يعني الانتصار بتاع اليوم باش يدخلنا سي دخلنا في الكومبيتيسيون هذه لازم نقعدوا ساقين على القاعه اللي تريز امبورتون النتيجه باش تدخل لنا يعني تعتبر من اكبر النتائج اللي تسجلوا اربعه بلاش في التورنوا حتى لليوم هذه حاجه ايجابيه نبنيو عليها خاطر راهو زاد المباراه الجايه مباراه مهمه مهمه جدا وباش تكون ظروف اخرى ومنافسه منافسه خسائر. سيدي اسرع هدف عند شرميتي تبدا مشكل شرميتي بحذينا زاد صاحب اسرع هدف كل واحد عنده حق ذكروا انه صاحب اسرع هدف في كاس نهاية كاس افريقيا هو شرميتي 51 ثانية 51 ثانية الكاميرون هنا أربع دقائق مانا ريت تلي في ثلاث دقائق تلي في ثلاث دقائق غريبة كل كان هذيك كيفاش ما تعديناش دوزيام تور بالإفكتيف الموجود وقتها أنا ريت كنت وقتها معناها زاد بعد أنا زيد بعد وقت سنين برج سنين مراقبة ولد الله لا وقت مراقبة برج بطيخ وقت مراقبة اما والله بالحق عندنا كيب حلوه وقت ياسين زاد موجود انت وياسين متفكر نفخه زاد موجود قربي لا كانت كيب لا خسرنا وقت ضد تروى ماتش نيل وما ترشحتوش وقت تروى ماتش نيل ثلاثه من مباريات نقولها وقت مع فوزي بزرتي مدرب به نشوفوا توا محب صغير اكيد برشا شافوا الفيديو نتاعو في المباراه الاولى تونس مالي كان يبكي في الجرادا بكي علاش بكي خاطر وقت الخزر يضيع البينالتي هو قام يبكي مسكين تاثر على الاخر وقام يبكي وكمل المباراه وهو يبكي
لقاه اليوم دالي في استاد غادي كجي وقاعدين لوجوا عليه لما حال لكن هو في يسكن في دولة بعيد شويه ما نجمش نمشيو له لدولة دالي في جيلو يا اخي اليوم القينيه دالي في جيلو لدولة لا لا مشيلوش جاي هو اليوم يسر عليه مسكين تبعثوه لدولة برشا خلي الاخر غاديك قاه هو والقابوه وخذ الانطباعات نتاعو وخذ له تصريح وقعد يحكي معاه تفل يعمل كيف صغرون به يحب بلاده ويحب درابه ويحب المنتخب الوطني يغير على تونس هذا هو المهم هاو شاهدوه الطفل هذا مع محمد علي بوزقار وانور المغراوي ومكرم حتى في المونتاج سيرك هذا تشوف كيف الماركي وهي عاد هيا اغزلني عاد اغزلني تشوف كيف الماركي عاد انت تبكي المره اللي فاتت في استاد اي عليه تبكي خاطر خزري ضيع بينالتي واليوم كان ربحت راني باش نفرح وعلاش تحبي يفرحوك انت اش تربح خاطر خاطر غدوه شنو عيد ميلادي تحبوا يفرحوك خاطر غدوه عيد ميلادي باش تبكي تحبها تونس انت اي قديش تحب تونس اكثر من العالم عليه هكيك خاطر هي بلادك اي ما فقتش دوبا بكى استناو في البينالتي معناها على الغفله درت لقيته يبكي قال لي شبيك حسيته سافا با هو ان فيت نهار هكا صعيب شويه عليه تعرف الجاليه التونسيه في افريقيا اصعب برشا من اللي معناها احساس سبيسيال شويه باش تفرجوا في الكوب دافريك ونشجعوا تونس واحنا كمان متغربين في افريقيا دونك كما قلت في مناسبات اخرى هما زوز ولادي قاموا الصباح منهم يوسف اول حاجه قاموا نهار الماتش بتاع مالي يبوسوا في الدرابو دونك انا زاد استغربت شويه بالنسبه ليوسف سبيسيال مون سي ان كوميول خاطر هو تعرف عمل سبع سوايع طريق من ياوندي لدوالا بتنا في دوالا الصباح كيف كيف لازمنا نجيو الليمبي براتيكمون ساعتين ومع شويه ضغط نتاع المونك دو سيكوريتي دونك مش فاهمين شنو باش يصير ان سي دو سويت كانوا شويه مضغوطين زاد واحد ان شاء الله اليوم يفرق ان شاء الله ان شاء الله اليوم خير برشا ان شاء الله وربي يسهل اي محليه محليه يوسف ها سي ايموفون تعرف الاشياء هذيا وليد فريمون معناها سي مانيفيك سي ماني وبارك الله فيكم فريمون حاجه خارقه للعاده لان دي زيماج كوم سا خير من تصوير وتصوير احسن والله. صوره لحد الان في الكاس الافريقيه هذه قولوا لي ريت محليه تفل ان شاء الله كل عام وانت بخير ايه خويا ايه هو غدوه الانيفرسير نتاعو قال غدوه الانيفرسير نتاعو قال هكا ماكرم عمل له جوائز انيفرسير الحاجه الباهيه هذه هي الحاجه اللي نقصتنا لا لا تبعت له كادو انت حتى فيرمون من ويست هام يعطيه الوقت تبعت له الحاجه هذه هذه ولا بالبيتكوين تبعت له شو راجل تو فهمت اما العقيده هذه تقعد في بيناتنا الحاجه هذه اللي نقصتنا نزرعوا الحاجه محبه بلادنا وحب تونس وفي صغارنا خاطر في وقت من الاوقات راهو بعدنا على الحكايه هذيا اليوم كي نشوف يوسف كيفاش يحكي يقول لك اكثر من العالم ما تشريش يريد محليه الكلمه نحب تونس اكثر من العالم باش يوصلوا غادي يعني سبع سوايع التراجيل الكبير اللي عملوه باش يتفرجوا دولا لا دولا قال سبع ساعه ونص هكاك قال 70 كيلومتر بعيد اي يعني راهو كي تبدا تلعب البرا راهو الحنين وكل وليد كي تشوف اي اكيد حاجه تحسها كان البرا وقت اللي تسمع بسورتو ايكيب ناسيونال دونك ان شاء الله يفرحوا وليد عم يغني له عم يغني له ما تسمعش كلامه يفلك هكاك يحب مثالش قال له على وحات لك اغنيه مثلا يمشي يا وليد كان مكتب تغني تغني معناها بستنى فيه هو باش يقول لي غني انا نغني شكون اللي بيغني ما قلتلكش مش غني كنت تو كنت ما فماش مناسبه تخليني نجم الانيفرساري نتاع يوسف كل سنه وفرحنا اي مثلا يوسف تماش اغنيه على يوسف هكا حاجه يوسف يوسف ولدي بوسه بوسه ليوسف زاد المزيان يوسف ولدي ولازم ادي لك بعض الولد غني له ولدك يوسف مثالك كيما تغني لولدك يوسف غني ليوسف تاع الكاميرون
يا ما نجمش توا ما لا تقول للمغني غني با 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 اي خويا المر 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 اللي بعد المر اللي بعد هو عليه كان عامل في لي ديفونسور قبل كمهاجم توا عامل فيهم كان هذا سيري هذا عندي نوادر ما عندي شيء كبير الجبه هذيك اللي انا به اليوم اذا جديد في المنتخب صاروا برشا تغييرات كما قلنا توا انت قلت المنتخب لعب خير اليوم باربعه ولا غير ذلك هل ترى المنتخب شي واصل هكا بالطريقه هذيا ولا ربما يمكن برون ما يحضرش المباراه الجايه لكن اذا كان يرجع برون يرجعوا من الاول جديد ثلاثه ولا باش يقعدوا يكملوا هكا حسب رايكم انتم شوف رازي انا من الناس اللي المعجبين بالديسبوزيتيف 3-4-2-1 باه اما شنو كي تطبقوا بحرفيه وتطبقوا معناها بالكدا وعندك الملاعبيه زاد الملائمين باش تلعب هكاك لعبنا نجحنا في دي ماتش كيما زامبيا لهنا 3-5-2 والا لعبنا حتى ماتش اميكال مع مالي بعد ما فشلنا نوعا ما مع الجزائر ماتش اميكال 2-0 مشيت فما هكا بوادر صحيح فما حاجات باهين صاروا اما شنو انا علاش ماتش مالي حبيته يتعدل 4-3 على خاطر ظاهر وكونك انت كومبارتيمون اوفنسيف ساعة غايب تماما خزري معناها نون سولمون اتاكون ما لقاش روحه وزيد على المستوى البدني معناها ومش هو برك صخير يعيدوني خزري حنا بال توا تعودوا شويه بالاجواء حتى تزاير فما ان ليجي ميو توا نربط بتزاير ديما الماتش الاول يقعد صعيب على الكليما ديما تحكي على تزاير تزاير خاسره واحد بليش توا مع غيني شويه حتى توا خاسره واحد فما دي سوربريز خلينا نرجع فما حاجه حبيت نقولها كما قلت انت حبيت انت في الدوزيام تون يتعدى 4-3 اما في الوقت هذاك يمكن اليوم كي شفنا الفورماسيون تاع اليوم فما برشا تغييرات تحكي على الاكيب نتاعنا انت نتاعنا هي اليوم انا كي لعب اليوم فما برشا ما نتبدل غيلان دخل غيلان في الوسط سيف الجزيري وبن سليمان بدا من الاول والخاوي والخاوي معناها يمكن في الوقت هذاك كيما ماتش مالي يمكن بالجوارات اللي موجودين وقتها ما ينجمش يتعدى علاش يدخل دو جوار يتعدى يدخل دو جوار يتعدى 4-3 اللي هو يمكن هو غيلان نقول لك ليه يمكن هو اليوم كانوا معناها من ابرز وقتها وقتها يمكن من منذر الكبير هو وقتها حط في مخه اللي اليوم يلزمني نلعب هك ما ينجمش يتعدى كما قلت لا في وسط اللعبه تنجم تتعدى عليه وسورتو باش تولي اقوى انت انا جو سوي سور اللي كان تعدى ال 4-3 ودخل جزيري صحيح ودخل غيلان راهو كنا بدل بيطولو راهو كاتاستروفيك ما عملنا حتى شيء ما نجحناش في البروسيسيون انت شوف غامبيا مثلا شوف غامبيا غامبيا مع مالي اليوم فما سيتواسيون قعدت فيه عندهم لعب يبرك كرتين على البار اليوم اي ابار البالاريتي نحكي لك على ترانزيسيون رابيد معناها في ميم با 10 ولا 12 سكوند كانوا راهو 10 ورا الكرة وواحد برك القدام اللي هو الاتاكون اللي تركزوا عليه في 10 سكوند امين ولاو اربع ملاعبيه وواحد خامس خالط معناها في سيتواسيون تاع اتاك رابيد يعني انت كي باش تلعب معناها على زاتاك رابيد وما عندكش لي زاتو سليتي يجري رابيد بالو بي بالكرة اوكي يتحرك خاوي زاد خزري رابيد حنا بعد رابيد شوف عملت انت اون ليني اوفنسيف فيها ثلاثه ملاعبيه ما تنجمش تلعب بهم لي ترانزيسيون صحيح دونك قعدنا ندافعوا بخمسه وقدامهم دو ريكوبيراتور وكهو دونك انت كي قلت انا نتعداو 4-3 باش نتحسنوا مانيش باش نمشيو معناها بالتوالي وكونتري بون ما صارتش صارت اليوم ونرجع لكلامك اللي قلت لي على الديسبوزيتيف انا نرى وكونه يكمل بال 4-3 خاطر فريمون عطات الجور عطات باش يبدل خاطر اذا حاجه وانت تعرف كان مشات الامور كما حبيت توتافي توتافي اكيد ماهوش باش يبدل وباش يستحفظ على على المجموعه شونج با اون ايكيب كي غاني سيرتو لقى اللاعبين راهو ترجع الكونفيونس نتاعهم في ماتش كيما هذايا راهو نتصور انا مش بتصير برشا تغييرات ممكن الريزلتات تاع اليوم ولدي الوسط باش يقعد هكا يقعد هكا خير شعليلي بسليمان حاجه هكا مش يقعد مش بدل حاجه كبيره نتصور انه زاد الحاجه الايجابيه اليوم ان الريزلتات عطات انه باش يعمل تغييرات برشا لي شونجمون اللي صاروا باش يدخل اللاعبين في بين رقيق خاصه رقيق اليوم حاجه مهمه هذيك لي شونجمون ولا وقت اللي يصير لي شونجمون وقت اللي تكون انت رابح باريحيه نسانيه تبدا مرتاح تدخل سكور عنده اهميه كبيره للماتش الجاي ان شاء الله ثم حاجه مهمه برشا اخويا رازي سامحني اللي لازمها تصير
سيكي لازمنا نكملوا لي زاكسيون، خاطر اذا كان اليوم اذا كان الفريق اليوم كان موريتانيا كان معناها اسرت مومون صاروا دي زاكسيون سي سي دي بيرت دو بال، كانت تفكر تضيع الكره من 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 الجهه نتاعنا. انا نقول اللي اليوم راهو الريدو ديفونسيف الاولاني من لي زاتاكون يلزموا يتعملوا ويكملوا لي زاكسيون، لان علاش روبلاسمون ديفونسيف بارك الله وليد يعرف روبلاسمون ديفونسيف مهم برشا، لان اذا كان كل مره باش تقعد الكره تمشي وتجي تمشي وتجي راهو باش نلقاو صعوبات بتاتر في لي زاتر ماتش. لكن اليوم هذايا كي تكمل لاكسيون ولا تعرف كيفاش تشد الكره القدام وتعرف كيفاش تتعامل مع الكره هذه باش تخلي حتى الميليو دو تيران تاعنا يعرف كيفاش يتعامل اذا كان معناها ترجع الكره، هذاك باش يسهل برشا لو روبلاسمون ديفونسيف تاع الفريق نتاعنا. وبقدره ربي معناها اذا كان نكملوا هكا معناها بالافكار هذه والتغييرات، انا شوي انتيرمون داكور مع وليد واللي قالوا له خيان على لي شونجمون اللي حقهم صاروا في اقرب وقت، لان انت كي تدخل كسوسوا توسكار بعد خمسة سنوات مش موجود ودخلوا كاحتياطي لي 5 ديرنيير مينوت اوكين موتيفاسيون، تدخل اسمه سيف الدين الجزيري ميور بيتور دو شامبيونان عرب وتخليه احتياطي وتدخله في وقت معناها وقت الريزلتا نيجاتيف وصاروا معناها مشاكل نتاع التحكيم خلات اللي ما تدخلش حتى في المباراه وقت اللي نعرفوا سيف الدين. شنو هو الحل؟ الحل هو استعمال لي زاتو الكلهم نتاعك 60 70 دقيقه ومن بعد يصيروا التغييرات. اللي صار اليوم هذا اللي صار اليوم والحمد لله يا ربي، ولو اللي دخلوا معناها مازالوا مونك دو كومبيتيسيون ما نجموش نلوم عليهم برشا، انيس بن سليماني مونك دو كومبيتيسيون، سيف الدين الخاوي نفس الشيء وخرج والتغييرات تعملوا في وقت باهي، هذا اللي خلى اللي الاجواء كملت والمباراه كملت رغم نبنيو عليه الجزائر تاع نبنيو عليه به. نمشيو الان نشوفوا مع بعضنا قبل ما نمشيو لمحمد علي حوارات وهوامش من مباراه اليوم لجامعه المنتخب التونسي بالمنتخب المالي، محمد علي بوزقر وطبعا حماد زهمول انور المغراوي وعمر مالك في المونتاج. Tunisien, we have to support them. Je dois supporter la Tunisie parce que la Tunisie c'est pour moi la meilleure équipe ici au sud-ouest du Cameroun. Très difficile, on savait que cette équipe de Tunisie allait nous embêter entre nos lignes par du mouvement constant. Voilà, c'est son style de jeu, elle le fait très bien. Voilà, on a manqué quand même d'impact sur ces 20 premières minutes. On concède deux buts. Je pense évitable, hein, notamment le second. On concède un troisième sur une perte de balle. Voilà, à ce niveau de la compétition, il faut être beaucoup plus rigoureux que ça. On l'a pas été ce soir, malheureusement, même si vous le dites, on a plutôt assez bien réagi quand on est passé en 4-3-3. Bien évidemment, la Tunisie a reculé, mais on a plutôt bien réagi sur la deuxième moitié de la première mi-temps, la première moitié de la deuxième mi-temps. Donc, voilà, très amer. Alhamdoulilah, Rabbi, اليوم فرحنا تونس بالفيكتوار هذيتي واتمنى انك كنا جينا كاملين معناها مع اصحابي نتاع الكوفيد واحد. مي الحمد لله يا ربي باش تروح الجاي ان شاء الله نقلعوها ان شاء الله ونترشحوا ان شاء الله باذن الله. ربحوا برشا جيستيون دي فورس هذا بشير في مباراه اليوم. والله بالطبيعه على خاطر تروح اليوم تعمل ايكس ولا ما نعرفش تخسر لا قدر الله ما تترشحش، يلزمك تعمل لي فور الماتش هذا معناها باش تترشح. وتزيد تعمل اكثر يفور الماتش الجاي ان شاء الله باش نترشحوا ان شاء الله. الحمد لله الرياكسيون كانت حاضره من الولاد الكل، كانوا كنا مركزين معناها على الطرح. عارفين منافسنا مليح والحمد لله الريزلتات تبعته ان شاء الله توا نخدموا في الماتش الجاي وان شاء الله نفرحوا تونس وفرحوا تونس الكل ان شاء الله بالانتصار المقابله الجايه. التورنو نتاعنا احنا بدينا تو معناتها خذينا الكونفيدونس نتاعنا ربحنا اليوم 4 بوت معناتها حتى الاتاكون ياخذوا كونفيدونس الحمد لله. ان شاء الله ماتش كونتر كامبين نكملوا كما اليوم ونتعدوا باذن الله.
نتيجه باهيه خلينا كما قلت ندخل توا في الاجواء نتاع الكان. مازال عندنا مقابله ما عملنا حتى شيء اليوم، ربحنا 3 نقاط مازلنا ما ترشحناش. عندنا مقابله ان شاء الله مع المنتخب الجامبي ان شاء الله نهار 20، حاولوا نحسموا ان شاء الله الترشح نتاعنا ومن بعد نخموا في الاجي ان شاء الله. الحمد لله يا ربي اليوم ركسيون باهي من بلاد الكل كما شفتوا في عملنا ونتام باهي اللي خلينا نسهلنا برشا الماتش على رواحنا. قاعدين اكوتي ماتش مالي لكن ريكسيون اليوم نتاع رجال وان شاء الله ماتش جامبي ان شاء الله نكمل. شو كونتان مي شو كونتان سو بور ليكيب فوالا انا مال كومونسي كونت لو مالي افيك ان ريزولتا نيجاتيف فالي غاني سو سوار بور اسبيري سي كواليفي دونك اون اي كونتان دافوار في ان بون ماتش كوليكتيفمون انا ايتي تري بيرفورمان اون اي بيان انتري دون لو ماتش اي سي لا ريكومبونس دو ليكيب كي في كون غاني سو سوار. الحمد لله اهم شيء هو تاخذ 3 نقاط نتاعك بعد هزيمه في المقابله الاولانيه. تحضير المقابله ما كانش سهل خاصة وقت خرجونا 6 لاعبين بوزيتيف، إن شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل ويرجعوا يعاونوا المجموعة ويعاونوا المنتخب. البداية كانت طيبة، سجلنا 2 تقريبا بعد 20 دقيقة وكنا عازمين باش ندخلوا دخلة قوية نتاع ردة فعل نتاع مجموعة اللي توجعت تمست. الماتش الأولاني صحيح ما لعبناش مليح أما كنا نجموا نخرجوا أقل شيء بنقطة التعادل، من هنا كنا مطالبين بردة فعل. ردة فعل المنتخبات اللي تحب تمشي لبعيد تنجم تتعثر، تنجم تغلط، تنجم ما تعملش ماتش باهي، تنجم تتمسى، مش مسموح لها باش ما تعملش ردة فعل قوية نتاع مجموعة اللي تستحق باش تمشي لبعيد، نتاع مجموعة جاية باش تلعب الأدوار الأولى. دخلنا بالعقلية هذه وفرضنا سيطرة ميدانية على المنتخب الموريتاني، مش سهل باش تسجل 4 أهداف وعندك العديد من الوضعيات. الحمد لله ميسوني كان ماتش في فاز دو بول، ما إلا كان 3 نقاط. المشوار مازال يطلب برشا تركيز، برشا جرينتا، برشا فولونتي، برشا سيختو تضامن من الناس الكل باش نجموا نتعداو المقابله الجايه ان شاء الله. اذا هذه كانت تصريحات وهوامش من المباراه، يعطيهم الصحه اليوم طبعا المنتخب كان فايز ب4 أهداف مقابل 0 وان شاء الله نواصلوا على هذا المنوال في المباريات القادمة. نذكركم أن اليوم كانت أول مواجهة في النهائيات بين المنتخب المالي والمنتخب الجامبي. إبراهيم كوني كان سجل هدف ثاني ليه في النسخة الحالية وبنفس القدم اليسرى، ومرة أخرى بضربة جزاء بعد ما سجل في تونس ضربة جزاء في أول مشاركة في النهائيات. منتخب جامبيا يتحصل على 4 نقاط في 2 مباريات، واكثر مجموعه شهدت الان اعلان عن ضربات الجزاء في النسخه الحاليه هي المجموعه نتاعنا المجموعه السادسه. ثم 5 ضربات جزاء، 2 مباريات تونس ومالي وزوز اليوم مالي وغامبيا، واحده اخرى اليوم لكن كان ضيعها المساكني وتنرجعوا نحكيوا عليها. المنتخب الجزائري لي قداش الوقت 95 دقيقه لعب ومازال هدف مقابل 0. انتهت المباراه، انتهت المباراة الآن. المنتخب الجزائري يخسر ضد المنتخب غينيا الاستوائية بنتيجة مقابل هدف مقابل 0 نحكيو عليها. لكن توا نرجع نمشي الليمبي، نمشي الليمبي مع محمد علي. محمد علي حاضر؟ محمد علي ولا مازال شوية؟ محمد علي خاطر محمد علي ما عجبتوش الخرجة من التيران، ياسر رايدة قال لك ياسر رايدة الخرجة من التيران، خرج قبيلك من التيران تاع الليمبي، قال يحب حويزه فيها شويه حركيه. الجزائر خسرت هدف مقابل 0، اللي يلعب بالنار عملت تعادل المباراه الاولى وخسرت. اللي يلعب بالنار هذاك اللي يصير له، لان اليوم البريسيون اللي حطوه على الفريق الجزائري حتى من طرف المدرب بالمادي اللي قال حاليا باش عندنا فريق جاهز باش نهزوا كاس العالم، وانت مازلت جاي تلعب في الكوب دافريك، والكوب دافريك هذه الاشياء اللي قاعد تشوفها في اوروبا ما تشوفهاش، معناها اللي صاير توا مع الفريق الجزائري اليوم تلعب بطريقه اللي هي تغيرت تماما على نقطه القوه نتاع الفريق الجزائري. تلعب 4-1-4-1 وبعد تحاول تصلح في وسط الميدان في وسط المباراه بتغييرات نتاع 5 مهاجمين اللي دخلوا ما همش فرحانين منهم بنجاح، خلات اللي شفنا النتيجه الاولانيه تعادل. اليوم تلعب ضد غينيا وانت ما عندكش لي لا كونفيونس الكبيره بارابور حتى على الروندمون، والناس في الجزائر ما كانوش فرحانين بالكل بالمردود نتاع الفريق الجزائري وبالنتيجه، خلات حتى بالمادي معناها الاجواء ماهيش باهيه في الفريق الجزائري. شفنا اليوم الفريق الجزائري ينهزم
ضد غينيا الاستوائيه، ثم برشا فرق باش تفرح اليوم. لا واللي باش يصعب مهمته منزي اللي الكوت ديفوار اليوم تعادلت مع غينيا مع سيرا ليوني، تعادل 2-2 وهدف جاج فيديو جاج حارس المرمى تاع الحارس المرمى معناها 2-2 عملت مع سيرا ليوني، معناها عندها اربع نقاط تو الكوت ديفوار والجزائر نقطه فقط، والمباراه الاخرانيه باش تكون الجزائر كوت ديفوار، معناها تكون مباراه حرب معناها مصيريه خاطر هما زوج حرب نتفكروا خاطر زاد غينيا الاستوائيه ترى مصيريه اليوم غينيا الاستوائيه تربح الماتش تربح ماتشات تتعدى هي تو تسير عندها باش يكون زوج مباريات نار معناها نار. قال هميدو خويا رازي، قال هميدو عام 2004 عملوا كل ما في وسعهم باش يعملوا ليليميناسيون هما والكوت ديفوار نتاع الفريق الجزائري. هما والكامرون نتاع الفريق الجزائري، معناها اليوم برشا ناس فرحانين لان تحب ولا تكره لو جرون فافوري باش الله لا يقدر اسرائيلي ميني ان شاء الله يديرك ان شاء الله بيان سور قولوا ان شاء الله يديرك ترشحوا حتى ان شاء الله يديرك المنتخب الجزائري ترشح حتى على الاقل ترشح من بين احسن ثلاثه ان شاء الله احسن منتخبات اصحاب المرتبه الثالثه كاس افريقيا من غير الجزائر فريمون صفر لا 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 نصور لا نصور يديركم المنتخب الجزائري ان شاء الله عزيمه قويه كيما مستانسين ويربحوا المباراه الاخرانيه مع الكوت ديفوار كيما ربحنا احنا عام 96 ترشحنا وقت ربحنا الكوت ديفوار الماتش الاخراني وقت هاك تقول لي في الافريق دو سود وقت ربحنا عماد بن يونس ورشحنا البونتو الخريني تاع عماد بن يونس 4-1 3-2 يظل ولا حاجه هكا تروازا 2 ولا تروازا يا تروازا يا تروازا 2 والله نتذكر الريزلتا نتاعو باهي نرجعوا لمحمد علي من بعد نمشيو نحكيو نشوفوا دالي باش يخرج لنا المره هذه هذا المناج اي محمد علي في قاص يلقى المناج هذا مناج وهو هو اهلا بك رازي اهلا مرحبا مره اخرى يزي من الغابات ومن لي ريستورون ومن الحوت البلاصه هذيا توا من وحي اللحظه وقت اللي شفت معاك وليد وعلي جبتهم البلاصه اكيد يحبوها احنا توا في اكثر شارع برونشي هوني في ليمبي اكثر شارع يسهروا فيه هوني في ليمبي وين موجوده الملاهي والسهريات يجيو برشا السكان نتاع ليمبي يسهروا في الشارع هذا كله موجودين في برشا لي بوات دو نوي رازي يجيو برشا كيما قلت السكان نتاع ليمبي تجي لهوني حتى نوعية السيارات وكل شيء يتبدل في المكان هذا في ليمبي هاو باش نمشي اكثر ونزيد نوريكم الشارع هذا شنو اللي فيه كيما قلت برشا اماكن يجيو يسهروا فيهم في ليمبي حبينا نبدلوا شويه نخرجوا من المطاعم والاكلات الكاميرونيه نجيو البلاصه برونشي كيما قلت لك يحبوها علي ووليد مانيش نسمع فيكم قصه التليفون يعني معاكم بالنسبه لعلي مادام وصلنا شويه غادي بالنسبه لعلي القضيه اللي وصلت عليها يا علي راهي موجوده عايده قضيتها زاده موجوده تهنى يا علي ها خرجك نزلوا شويه انور كما قلت لك تشوفوا حتى نوعيه السيارات كيفاش تتبدل برشا سيارات من النوعيه الفخمه لهنا قالوا لي الشارع هذايا يبدا يتعبى ابارتير من نصف الليل رازي هاو تعيشوا معانا في الاجواء في ليمبي وحده اخرى ليمبي ما شفناهاش قبل قلنا نخرجوا شويه من الغابات نمشيو للبلاصه اكثر شيك اكثر برونشي هوني في ليمبي هنا استاذنت منهم نجموا حتى ندخلوا نصوروا داخل ان شاء الله الريزو ما يتيحش وما تقصش الانترنت رازي والاول مره في تلفزه تونسيه هاو باش تشاهدوا ليمبي والسهريات في ليمبي ما زالت شويه فارغه لكن ما يسالش خليكم تعيشوا معانا اكيد الاجواء في ليمبي رازي وريناكم الغابات وريناكم كل شيء والليله هاو وريناكم السهريات في ليمبي يا رازي يعطيك الصحة يا دالي معناها شيء كبير هذا في بنيش للأمور هكا يا خويا في لمبي هذا ولا يعطيك الصحة ورانا وجه آخر من لمبي
ها باهي هذا والله يا شوف كيفاش ها تاثر استنى ترجع التليفون حاولوا رجعوا التليفون مع محمد علي خاطر مش قاعد يسمع فينا ما فهمتش علاش مركز على علي ووليد نقول لك حاجه صارين لا يسذوم يحبهم علي يحبهم وليد يحبهم وليد بعد رجع غادر هذاك نكملوا نحن اسمع سلا سلا رجعونا رجعونا التليفون اي اسمع ربط خيوط او كان نعرفهم قال لك لولا سيكوريتي مشاور ليه 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 اسمعوا تليفوننا محمد علي خاطر قص تليفون خاطر هذه تحس انت غمه هكا هكا وريتكم من وحده في ليمبي وكانوا مراوحوا معناتها شيب يرقد هو هو ويسد الدار وهكا علي ويا وليد ويا وليد ويا علي ويظل لي على الساريه غادا سي محمد علي الفضاء هذاك ما يبشرش بخير راني نقول لك خاطر كان جاي مثلا لاونج ولا ريستورون نقول لك اما الامور نتاع ما تعجبش وحتى من التليفون قصوا اليوم ما ادري شنو هي الحكايه بالك نطلبوا فيه قال شنو مثلا ماشي ريزو تو في الغابه عنده ريزو لهنا ما عندوش ريزو يظل فيه في لا فيه في ان الحكايه ما هو لا يطلعش عمل العمل بعد ندم عليها على كل حال سديني تو كان نطلبوا داليه ما نعرفوش وين كان نعرفوا فيه الليله انا الليله الليله اخويا باش ناخذ نوم من بعد تاع داليه الليله كامله تلقى تبع فيه قطعوا نرجع ونحكي وقلنا اذا المنتخب الجزائري في وضعيه معناها صعيبه يلزمه معناها ما عادش عنده خيار الا الانتصار في المباراه الاخرانيه المنتخب الجزائري لانه حتى كان يعمل تعادل هو عنده نقطه يزيد يعمل تعادل جوز نقاط صعيب ياسر كان باش يتعدى كاحسن معناها اربع منتخبات اصحاب المركز الثالث احنا زاد بين الرابعه راس يعمل تعادل سيراليوني وغينيا يعملوا نول يجي هو المرتبه الاخرى واحد ترويجي هو اي هذاك هو معناه يولي يلقى روحه في المرتبه لازم يربح في المرتبه الاخرى معناه يلزم يربح هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه احنا زاد المنتخب التونسي راهو يلزمنا ننتصروا في المباراه الثالثه مش نتهناو على الترشح نتاعنا والا كان نعملوا تعادل مع غامبيا تولي تترشح غامبيا ومالي اذا كان مالي ربحت طبعا موريتانيا حاضر محمد علي تنرجع له وتولي وقتها تونس تتعدى كاحسن منتخب في الاربعه لاصحاب المركز الثالث تولي اربع نقاط ممكن نتعديه واحنا لمحاله كان نعمل شكون تقابل في وقت في الحاله هذه نيجيريا نورمال في الحاله هذه تنقول لك شكون تقابل اذا كان ثالثه انت والترتيب نتاع المجموعات الاخرين يذول باش يمشيوا للمجموعه نتاع الكاميرون ولا حاجه كي لا الكاميرون جينا من بعد اما احنا كان ترشحوا في المرتبه الثانيه نلعبوا كونتر يا زيمبابوي يا فريق اخر اما نترشحوا في المرتبه الاولى نلعبوا تو نعطيكم بعد الكوت ديفوار احنا وشنو احنا وشنو ترتيب محمد علي اسمع فينا محمد علي اسمع فيك رازي اي باهي محمد علي عندك زوز سؤالات مهمين ياسر علاش ركزت على علي ووليد كل مره تقول يا علي ووليد اي مرحبا نعرفكم البلاصه هذه تحبوها ما فهمتش علاش والله ما نعرف لا نعرف الزوز مغرومين بالسهريات وما نجموش يقولوا ليه يا راز الزوز مارسين يا معلم رن يا علي لا والله نورمال مش في الستاجيت مش في الستاجيت يا رازي بعد ما بطلوا الكرة عندك معلومة السهرية ماهيش عيب حتى كي كنت نكور نسهر يا اخي وليد تكلم شنو تكلم يا اخي مالها باش يا اخي تو هو دالي قال لك نعرفهم مغرومين بالسهريات حتى كان انا تو باش نقول له ليه هو يا دالي يقول لي هاك تغني مثلا في هو يا دالي نسهر يا دالي شوف هو راهو مش عيب يقول لي تونس كامله تسهر كلهم يسر حتى كي واحد باش يسر الحمد لله معناها يسوى انا ولا وليد ولا اي من معرفنا يا مش يقصد دالي شايف فيك انت صاريتنا راهو نظيفه وصاريتنا معناها وعلى شنو وصيتو انت؟ شنو؟ ايه انا اخويا ما فهمتش يا رازي على شنو وصيتك انا يا ولد؟ يا علي يا علي 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 تسمعني نسمع فيك على شنو وصاك؟ رازي ايه علي مش وصى علي طير النوم يا رازي البنت كلها هذيك مش قالت تجيب لي منها طيلة نسيت يا علي ترى من ورانا هذه متكاز جرب هذه جربت هذه يا محمد علي وانا ماشي ندور ونفركس ونشغيلك ونسيت اسم جربها قالك جربتها ولا ليه يا علي انا توا نعيش بها يا راجل سينو ما نجمش نخدم من التعب نتاع الخدمه وليت نعيش بها وجماع قانونك انا تو وريتنا انت ماذا شيء الهوني علاش يا رازي شكون لك يا ودي عيون لا تنام عيون لا تنام
وجميع قال لك توريتنا البلايصه هذه الملاهي فوالا الحمد لله. وبعد سكرت الباب وعملت روحك مروح، قالوا لك متاكدين كونك مش تعدي الليله غد. غازي يا رازي يا رازي هو رازي. اسمع رازي، الليله ليه بالتعب نتاع الخدمه اليوم من الصباح، اما غدوه سيو غدوه سيور باش نعدي الليله لهنا وبويسك لي بي كلها مسكره يا رازي، دونك غدوه سهره يا هون ياك فنش خدمه يا بيه يا رازي. مش غريبه من تصور انت من الستاد وين يهز وين كان كيف الستاد كيف الستاد ايه غازون شو غازون من غازون هزنا الملاهي الليليه واحد شي كبير ما لا داليه يا اخوي بارك الله عليك يا بيه داليه يعطيك الصحه. شفتوا لداخل شفتوا رازي ما قصدتش كونيكسيون شفتوها من داخل لا لا شفنا اخويا شفنا من داخل شفنا كل شيء مركز لحبيب حليت الباب وشفنا. تحب تعاود تدخل تعاود تشوف تاع بيتشي الحكي تبع الرسيت هو يحب يشوف تاع بيت ولا لا نعاود نوريكم مثال شوف مثال نعاود نوريكم انا شوف كونيكسيون نزيد نوريهم اكثر مازالت فارغه هوروزمون نجموا نصوروها توا خاطر مازالت فارغه شويه اخر قالوا لي تتعبى برشا ثانك يو ثانك يو. هاو قدامكم وريهم انور مازال فما الكونيكسيون. هاو دي جي حاضر والامور كل وقت. الاجواء هوني في لمبي في الليل. هايليس يا بيه ممتاز. كله تولد ممتاز والله يا بيه. مدينه حلوه والله مدينه حلوه فيها كل شيء. فيها كل شيء. فيها كل شيء. فيها كل شيء. رازي كله تولد كوين. لا رازي بالحق بالحق مدينه فيها كل شيء. يمكن ورينا شويه الجانب المظلم في الايامات الاولى وقت اللي ما كناش نعرفوا المدينه كيما يلزم، اما مدينه بالحق فيها كل شيء ومدينه جميله برشا وعبيدها باهين برشا يفرحوا برشا بالبران يفرحوا برشا بالضيف. فريمون كنا ماخذين فكره غالطه برشا على الليمبي، صحيح فيها برشا بلايص تخوف صحيح ما يلزمكش تكون موجود في اي بلاصه وفي اي وقت، لكن مدينه مزيانه بالحق رازي. وهكا بوغ اون بروميير هذا يا رازي نشاهدوا مع بعضنا ليمبي في الليل بوجه اخر وبعدسه اخرى، مش نوريو كان في الجانب المظلم كما قلت لك قبيله رازي.